على مشارف اختتام الدورة 13 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا، تواصل فعالية المهرجان تسليط الضوء على الإبداعات النسائية، إبداعات تترجم ثقافات مختلفة وتكسر عبر السينما الجغرافيات والحدود، وتنأى برؤيتنا المنفتحة على القضايا الكونية. الأفلام المعروضة في إطار المسابقة الرسمية سواء المتعلقة بالفيلم الطويل أو الفيلم القصير تشهد منافسة قوية، خاضت معها لجنة التحكيم مناقشات مكثفة حول التقنيات السينمائية والسيناريوهات والقصة وأداء الممثلين. هذا العام كنا نقولوا باختيار الأفلام كان جيد، كان أفلام متنوعة ومع عدة نواحي من العالم ومواضيع حول المرأة، كنا نشوفوا بأن كاين بعض المواضيع حساسة والعلاج ديالهم بواحد طريقة جيدة. يمكننا نقولوا بأن المرأة عندها واحد رؤية خاصة متى تعالج واحد الموضوع، ما تتبقاش سطحية، يمكننا نقولوا تدخل العمق ديال الموضوع. اختلافا عن الراجل كاين بعض الاشياء دابا ولينا نحسوا، مثلا ملي تيكون فيلم حول المراه المخرج راجل تنشوفوا الفرق كيفاش نفس الموضوع تعالج واحد الشكل اخر بنفس العمق، واحد العمق، واحد الاختلاف، وكيفاش كنا نقولوا لي ديتاي كيفاش المراه حساسه اكثر من طبيعه الحال من بعض الاشياء، بعض الجوانب. هادشي كنا نقولوا. دونك كاين حنا في دابا لجنه التحكيم تكلمنا، كانوا نقاشات حول بعض الافلام، كان تكلمنا بزاف على افلام ديجا شاهدناهم، وتنظن بان المسابقه غتكون شويه صعيبه. لليوم الخامس تستضيف فضاءات مدينة سلا عروضا لأفلام طويلة وأخرى وثائقية، أفلام تمد جسورا نحو عوالم جديدة وتربط صلات نوعية مع المرأة على اختلاف ردائها وتباين مجتمعاتها والتقاليد والأعراف التي تؤطر حياتها. مدينة سلا تسطع ككل دورة بإبداعات نسوية تألقت في سماء الفن وقطعت مسافات طويلة من أجل المساواة بين الجنسين في الصناعة السمعية البصرية. الدورة الحالية أبت إلا أن توسع دائرة الانفتاح أكثر على المحيط والتوجه نحو الشباب عبر الاندماج في شبكة نادي السينما للصغار لجمعية أوفر بويز بشراكة مع الجمعية السويسرية المصباح السحري والمعهد الفرنسي بالمغرب.